وراحوا الحديقة معهم، تمام؟ راحوا برضو يحتفلوا بشم النسيم، تمام؟ طيب هنا السؤال بيقولي لماذا أراد منير شراء ذرة؟ يا أحمد، دخلت يا أحمد؟ أيوة يا مس. لماذا أراد منير شراء الذرة؟ ليه منير أراد إن هو يشتري ذرة؟ علشان يعمل ورق. لنعود بقشره ويجرب إن هو يصنع منه أي ورق. طيب لو سألتك يا رودي، من سيذهب إلى الحديقة مع أسرة منير ونيرة؟ جيرانه. جيرانه، أحسنت. تمام، اقرأ يلا يا أحمد الفقرة. قال منير بسمة. باسما يعني مبتسم، يعني بيضحك، وعكس الباسم ان هو يكون عبوس ومقشر. ها كمل. سأساعد. سأستعد. سأستعد يعني هيستعد ويجهز. تمام. بشرط. بشرط ان نشتري ونشويها في الحديقة، لنعود بقشرها لنجرب صنعها الورق. صناعة الورق منه. صنعة الورق. ضحكت نيرة وقالت هيا نستعد وأخبرا والدينا. والدي أحسن. بطلبتك بطالة. أيوة. بطالبك هذا ونحن في الطريق، والمفاجأة أن جيرانه جيراننا سذهبون ذاهبون معنا يا منير. أحسن. طيب لو جينا هنا عند رودي، وقلت لك يا رودي، قال اسم ولا فعل ولا حرف؟ رودي فعل ماضي. فعل ماضي، برافو عليك. منير اسم ولا فعل يا رودي؟ باسما اسم ولا فاعل؟ اسم. يلا يا احمد، كلمة سأستعد اسم ولا فعل ولا حرف؟ فعل. فعل نوعه ماضي ولا مضارع ولا امر؟ مضارع. ممتاز. للذهاب، اللام الاولانية دي يا احمد لام ايه؟ حرف ايه؟ اللام الأولانية دي حرف إيه؟ إحنا عندنا الحروف نوعين، حرف إيه يا أحمد؟ حرف جر ولا عطف؟ عطف. عطف. جر. حرف إيه يا رودي؟ جر ولا عطف؟ ولا رودي؟ نعم. اللام اللي في كلمة الذهاب حرف إيه؟ لم تعليم. لا مش لم تعليم. حرف جر. يبقى اللام دي حرف جر، والذهاب كلمة الذهاب دي اسم مجرور. الكلمة اللي تيجي بعد حرف الجر بيكون إعرابها اسم مجرور. أما لام التعليل، أولا بيجي قبلها فصلة منقوطة، تمام؟ ثانيا بتتصل بالفعل المضارع، زي إيه؟ زي لنعود. لنعود بقشري، لنعود. تمام. طيب عندي بعد كده إلى الحديقة، معايا يا أحمد؟ إلى، حرف إيه يا أحمد؟ إلى. بس مش الذهاب دي فعل مضارع؟ لا ده اسمها الذهاب. الذهاب باسم، اسمها الذهاب، الكلمة اسمها الذهاب وحطيت فيها اللام زي ما أقول لك حاجة، أنا هكتبها لك. لو قلت لك مثلا كلمة الفصل، تمام؟ هكتبها لك بس كده، شغل القلم. كلمة الفصل، لو قلت لك دخل عليها حرف الجر اللام، بدون كاتبها ازاي؟ تكتب للفصل، تمام؟ اللام
اللي هي حرف الجر اللي بتدخل على الاسم، بنحذف الالف الاولانيه دي وبنلزقها في الكلمه، تمام؟ زي لو قلت المدرسه، لو جيت دخلت عليها حرف الجر اللام، فهعمل ايه؟ فاشيل الالف دي خالص واقول للمدرسه، تمام؟ فالكلمه دي اسمها الذهاب، والذهاب اسم، تمام؟ لكن لو قلت لك ذهبه، ذهبه بقى هتكون ايه؟ ها ذهبه، لو قلت ذهبه اكتبها انا رودي، بس اللي كنت بسال رودي، تمام يا رودي. لو قلت ذهبه، ذهبه ده ايه؟ ده فعل ماضي في مضارع يذهب. لكن الذهاب زي لما اقول لك مثلا اللعب، تمام؟ اللعب ده اسم، او للعب لو دخلت لك على حرف الجر، للعب ده اسم. لكن لو قلت لك لعبه، تمام؟ انا عندي في حاجه اسمها المصدر، هتاخدوها بعد كده. المصدر دي المصادر كلها بتكون اسماء، يعني لما اقول قرأ، فقرأ دي فاعل، لكن لو قلت قراءة اصبحت اسم. لو قلت لعب ده فعل، لكن لو قلت لعبا اصبحت اسم، تمام؟ فالمصادر بتكون اسماء، تمام؟ ممكن يعني الاسم اطلع منه فعل عادي، والفعل اطلع منه اسم، تمام؟ فكلمة الكلمة دي اسمها الذهاب وهي اسم، دخلت عليها حرف الجر وقلت لي الذهاب. طيب إلى الحديقة، إلى يا أحمد حرف إيه؟ أحمد سامعني؟ سامعني أحمد؟ لا أصدق. الحديقة الحديقة اللي بيجي بعدها اسم ولا فعل الحديقة؟ فعل. فعل الحديقة فعل مجرور. اسم مجرور. ما ركز يا أحمد، الحديقة فيها ألف ولام وفيها تاء مربوطة، وبعدين في حد، يعني الحديقة هي اسمها الحديقة، الحديقة دي اسمها مش فعل اللي بعمله، لا هي اسمها الحديقة، يبقى اسم بشرط. بشرط اسم ولا فاعل يا أحمد؟ الكلمة اسمها شرط ولزق فيها حرف الباء، يبقى الباء دي حرف ايه؟ قول يا رودي، الباء دي حرف ايه يا رودي؟ بارش. وشرط اسم، اسم مجرور، تمام. وعندي طبعا حرف، لو قلنا نشتري اسم ولا فعل ولا حرف يا رودي؟ فعل. ماضي ولا مضارع ولا أمر؟ مضارع. أحسنت. كلمة زرع يا أحمد اسم ولا فعل؟ أحمد سمعني؟ أحمد افتح المايك. كلمة زرع اسم ولا فعل؟ قلت ايه؟ قلت ايه يا احمد؟ ما سمعتش. قلت ايه؟ كلمة ذرة اسم ولا فاعل؟ اسم يا ناس. طيب ونشويها بالراحة كده بتزعق ايه؟ طب الواو دي ها حرف ايه؟ بفتح المايك كده وجاوب معايا، كل واحد كده ايه ثلاث اربع كلمات. ونشوي الواو، الواو في كلمة ونشويها حرف ايه؟ اس. هو ايه الاسم؟ انا بقول لك الواو حرف ايه؟ سامعني احمد؟ الواو يا احمد، حرف الواو ده في كلمة ونشويها، ده حرف نوعه ايه؟ حرف جر ولا عطف؟ حرف عطف. ايوه كده، برافو عليك، شطور خالص، شوف انت شاطر ازاي. وكلمة نشوي بقى، كلمة نشوي ده اسم ولا فاعل؟ في حد اسمه نشوي؟ نشوي دي اسم ولا فاعل؟ برافو، أنا عايزة كلمة نشوي. نشوي اسم ولا فاعل؟ نشوي ها اسم ولا فاعل؟ اسم ولا فاعل يا رودي؟ فعل مضارع. تمام. بالحديقة الباء يا رودي، أحمد تقريبا خرج صح؟ لا حرف جرين. تمام. والحديقة اسم، اسم مجرور. لنعود اللام دي حرف ايه؟
تستأجلها من شوية. لنعود، قبلها فصلة منقوطة وبتكون إجابة لسؤال لماذا، ها، وبتتصل بالفعل. أحسن. ونعود بفعل إيه؟ مضارع. أحسن. بقشره. الباء هنا حرف إيه؟ قشر. وقشر الكلمة اللي بتيجي بعدها. برافو عليك. لنجرب. لنجرب. اللام حرف ايه؟ ها ركزي بقى، قبلها فاصلة منقوطة. نجرب. لام تعليل. احسنت. ونجرب ساعة سبعة. ولا ساعة المضارع. احسنت. صناعة اسم ولا فعل؟ اسم. الورق اسم. منه، من دي حرف جر والهاء دي اسمها ضمير. طيب هنكمل ان شاء الله الحصة الجاية عشان عندي حصة دلوقتي. تمام. هنحل تدريبات الدرس. احنا طبعا خلصنا الدرس بتاعنا، هنحل تدريبات الدرس. تمام. سلام عليكم. وعليكم السلام.
Thank you.